نكمل يا شباب البروبلمز بتاعت ليكتشر 3. تعال نشوف كده اول حاجه. Calculate the current through the source and the current flowing through the 1 ohm and 6 ohm. عايز يحسب الاي توتال. انا عشان احسب الاي توتال محتاج اعرف طبعا الار ايكويفالنت. عشان نعرف الار ايكويفالنت قلنا بنحط البوينتس. تعال نحط النقطه دي نسميها مثلا 1. همشي كده في السيركل الفاضي نفس الاسم 1، سواء كملت او نزلت مش تفرق براحتك. انا مثلا هكمل كده، بس طالما عديت على الريزنس لازم اغير الاسم، فهخلي دي مثلا 2. دلوقتي بقى انزل في السري ولا اكمل في الفاضي؟ لازم تكمل في الفاضي، فهتسمي دي 2. تنزل بقى هتعدي على الريزنس نسميها 3، سلك فاضي 3، سلك فاضي 3، سلك فاضي 3. يبقى كل ما انا ماشي في السلك الفاضي انا نفس الاسم. طيب هيظهر بقى عندك ايه؟ ال 6 اوم 2 و3 وال 3 اوم 2 و3. بدايتهم نفس النقطة ونهايتهم نفس النقطة، إذا الاتنين دول كده مع بعض بارلل. طب لما أجي أحسبهم بارلل ها هنعمل إيه؟ هيطلع معاك 6 في 3 على 6 في 3 هيطلع لك 2، يبقى أنا هشيل واحدة فيهم أهو وأكتب الإيكويفلنت بتاعهم مكان واحدة منهم أهي 2 أوم. خلاص أنا كده عملت إيه؟ أنا كده شلت الاتنين دول مع بعض. طب دلوقتي بقى شكل الرسم عامل إزاي؟ ها ايه علاقه ال 2 اوم بال 1 اوم؟ سيريس، يبقى اذا الاثنين دول مع بعض سيريس. يبقى شكل الرسم عامل ازاي؟ برضو هشيل واحده فيهم وليكن مثلا هشيل ال 1 اوم اهو، وطبعا هشيل دي خلاص. بقى في هنا كام بس؟ لا مش ده، بقى في هنا عندنا 3 اوم. طيب وايه علاقه ال 3 بال 3؟ بارل برودكت على الصم، يبقى يطلع 1.5. يبقى احنا حسبنا مع بعض دلوقتي ان الار ايكويفالنت بكام؟ الار ايكويفالنت ب 1.5 اوم. طيب والاي توتال ايه؟ قانون الاي توتال كان قانون في بي على ار ايكويفالنت زائد الار انترنال. الفي بي عندك ب 6، الار ايكويفالنت جبناه ب 1.5 والار انترنال ب 0.5، يعني الكارنت توتال بكام كده؟ 6 على 2 ب 3 امبير. خلاص شكرا، عرفنا ان هنا في كام؟ 3 امبير. كمل معايا بس كده على ابسط شكل للرسمه اللي هو ده. لما الكرنت ده يجي هنا عند النقطه دي يحصل له ايه؟ يبدا يتقسم لكام فرع؟ هم فرعين بس، ال 3 اوم يخش هنا جزء ويخش هنا جزء. طب الجزء اللي دخل هنا والجزء اللي دخل هنا قيمته كام؟ هيتقسم بالتساوي لان المقاومتين قد بعض، يخش هنا 1.5 ويخش هنا 1.5 امبير. اتفقنا؟ طب عايز ارجع خطوه لورا، امسح بقى الكلام ده وارجع خطوه معايا كده لورا. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك انا عايز اعرف ال1 اوم فيها كام وال6 اوم فيها كام. طب مش انت عارف ان هنا في 3 امبير داخلين؟ دخل هنا 1.5 في ال3 دي، ال3 الثانيه كانت قصد مين؟ جت منين؟ جت من كل دول. طيب طالما هنا دخل 1.5 يبقى هنا دخل كام؟ 1.5. ما هو ركز دلوقتي، 3 امبير دي جايه من هنا وصلت للنقطه دي، 1.5 نزلوا هنا، يبقى الباقي دخل هنا. طيب وبعد ما ال1.5 توصل هنا تتقسم على 6 و 3، بس دول يا مستر مش زي بعض، مش هعرف اعملها بدماغي، هطبق على طول قانون كارنت ديفايدر. كان بيقول ايه؟ انا عايز الكارنت اللي في ال 6 اكتب المقاومه الثانيه اللي بارلل ليها اللي هي ال 3 على السمشن بتاعهم 6 بلس 3 في الكارنت التوتال. بس كنت بقول لك الكارنت اللي داخل يتقسم، يعني الكارنت ده مش ده، ده الكارنت التوتال، ده اللي داخل يتقسم عليهم هما الاثنين. اكتب مين اللي داخل يتقسم اللي هو 1.5 وتشوف على الكالكوليتر هيطلع لك كام. يبقى هيطلع لي هنا 1 اوفر ال 9 1 اوفر ال 3 سوري ملتبلاي 1.5، هيطلع لك الكالكوليتر هاف امبير. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. في السيركت دي طالب مني بيقول لي في بوتنشال ديفرنس بين اي بي از 200 فولت، ادي النقطه A وادي النقطه B في ما بينهم 200 فولت، يعني اتخيل ان في بطاريه ب 200 فولت. طيب عظيم، طالب مني بقى ايه؟ ار ايكويفالنت واي توتال والكرنت ان ار 1 وار 5. طب معلش يا غلطه ما بقاش يا شباب، هنا دي ار 1 ودي ار 5، انا بس ايه مش مكتوب عندك فانا بقولها لك. خلاص يبقى ده اسمه ار 1 وده اسمه ار 5. خلاص تعالى مع بعض احسب ار ايكويفالنت. ببدا من الناحيه اللي بعيده عن الباتري، واضح جدا ان دول ايه مع بعض نفس اللاين اهو. الكرنت اللي هيمشي هنا معدي في الثلاثه زي بعض، اذا الثلاثه دول مع بعض ايه؟ سيريس. يبقى انا هروح امسحهم واكتب واحده بس مكانهم، 40 بلس 20 بلس 40 يديني كام؟ 40 بلس 20 بلس 40 يديني كام؟ 100. يبقى انا همسح دول كده اهو ونكتب مكانهم كام؟ واكتب مكانهم فرع واحد بس
قيمته 100. طيب ايه علاقه ال 100 بال 25؟ ها لو حطينا النقط كده مع بعض 1 سلك فاضي 1 لازم تمشي في الفاضي عشان كده ما نزلتش، لازم اكمل كده. طب لما انزل هعدي على مقامه اغير الاسم 2 2، خلاص كده عندي دي اولها وانا اخرها 2 اولها وانا اخرها 2، يبقى واضح ان الاثنين دول ايه، يبقى واضح ان الاثنين دول بارلل. يبقى اكتب على الكالكوليتر 100 في 25 على 100 بلس 25 هيطلع لك مقاومه واحده بكام؟ مقاومه واحده قيمتها 20. يبقى امسح الاثنين واكتب مكان واحده فيهم بس 20 اوم. خلاص بقت مساله سهله خالص، 40 و20 و40 كده الار ايكويفالنت بكام؟ كده الار ايكويفالنت ب 100 اوم. طب بيقول لك يا سيدي هات لي الاي توتال. طب ما الكرنت التوتال في بي على ار ايكويفالنت زائد الار انترنال. الفي بي ب 200، الار ايكويفالنت ب 100، الانترنال ما جابش سيرتها، يبقى الكرنت التوتال ب 2 امبير. خلاص شكرا. يبقى انت عرفت ان في من هنا كرنت خارج اسمه 2 امبير، يبقى ار 1 هيعدي عليها كرنت اسمه كام؟ 2 امبير. يبقى احنا كده جبنا ده ان هو 2 امبير وجبنا التوتال 2 امبير. عايز اعرف كم معدي في الار 5. هي فين الار 5 دي بقى؟ نرجع لها. الشكل الابسط شويه منها كان عندي هنا ايه؟ مقاومه خلاص ب 100 وال 25 هي زي ما هي. اوكي؟ طب الكرنت ال 2 امبير لما يجي هنا هيتقسم على ال 100 وال 25. مش عارف هيتقسم ازاي؟ استخدم الكرنت ديفايدر. انا عايز الكرنت اللي في ال 25. طيب الكرنت اللي في ال 25 ده اجيبه ازاي؟ المقاومه الثانيه اللي هي ال 100. المقاومه الثانيه اللي بارلل ليها اللي هي ال 100 على مجموعهم تايمز الكرنت اللي داخل يتقسم. صدفه هنا ان اللي داخل يتقسم هو اصلا الكرنت التوتال، يبقى نعمل ملتبلاي 2. طب ده يديني كام؟ ها نحسب على الكالكوليتر كده 100 على 125 100 على 125 في 2 وتشوف كام امبير على الكالكوليتر. خلاص انا حسبتها يا شباب على الكالكوليتر اهو، طلعت معايا 1.6 امبير. خلاص كده جبناها. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا شباب فيه برضو غلطه بقى صغيره، ان دي اللي سي 3 اوم ودي 8 اوم، العكس معلش بس ايه بدلت في الكتابه، فخد بالك ان دي السي 3 ودي الايت العكس. طالب منك الايكويفالنت ريزيستنس والكرنت التوتال والكرنت اللي ماشي في 6 اوم. يلا نحط النقط. انا هبدا من هنا سميتها 1، هطلع في الفاضي 1، كمل في الفاضي 1. طب لما اعدي على الريزيستنس اغير الاسم 2، انزل في السلك الفاضي 2، اخش يمين ولا انزل في الفاضي؟ لازم تكمل في السلك الفاضي، يبقى هنا في 2 ثم هنا في 2، فاضل لي نقطه واحده اللي في النص دي اسمها مثلا 3، اسميها 4، سميها زي ما تسميها، اسميها 3. خلاص ابدا لاحظ بقى بعينيك 2 ريزيستورز مقاومتين بس، اولهم نفس الاسم واخرهم نفس الاسم. تعال نشوف ال10 دي 1 و2، ال8 1 و3، ال3 2 و3، الستة 2 و3. طب ما انا قلتها مرتين اهو، يبقى اذا الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول بارلل مع بعض. طب اعمل ايه؟ احسب الايكويفالنت بتاعهم برودكت على الصم، 6 في 3 على 6 في 3 دي كام؟ 2. تشيل لي واحده منهم اللي هي وليكن دي وتكتب الايكويفالنت بتاعهم مكان واحده فيهم اهو. يبقى انا شلت اللي واقفه كده وخليت المايله دي او المعدوله بالايه؟ بالهوريزونتال كده. خلاص بقت مساله تافهه قوي، واضح ان الاثنين والثمانيه ايه مع بعض؟ سيريس، نفس الفرع اهو، نفس اللاين، نفس الواير ب 10. يبقى همسحهم هما الاثنين واكتب مكانهم واحده بكام؟ هكتب مكانهم واحده ب 10. النقط بقى خلاص ما بقاش ليها استخدام، يعني خلاص شكرا، عرفتنا الايه؟ الشكل الصعب وخلاص، فكت لنا العقده وشكرا. يبقى انا في كام؟ 10. واضح جدا بقى ان ال 10 وال 10 ايه؟ بارل مع بعض، يبقى انا جبت ان الار ايكويفالنت كده بكام؟ ب 5 اوم، 10 في 5، 10 في 10 على 10 بلس 10. بارل عادي او برودكت على الصم، ايا كانت هتحسبها ازاي. هات لي التوتال كارنت. التوتال كارنت يا مستر بنجيبه ازاي؟ في بي اللي هي 10، ار ايكويفالنت اللي هي 5، ار انترنال ما جابش سيرتها 0، هيطلع 2 امبير. خلاص مشكورا، عرفنا ان هنا خارج من البتري 2 امبير. خلينا نكتبها بالاحمر، يبقى انا خارج عندي هنا كام؟ 2 امبير. كده جبنا الكارنت الثاني او السؤال الثاني. عايز الكارنت اللي ماشي في السته. هي فين السته دي؟ السته دي كانت مستخبيه هنا كده في الاول. طب ما تيجي الاول نشوف الكرنت في ابسط شكل الرسمه هيتقسم ازاي. لما كانت فرعين ابسط شكل ده يا شباب يعني فيها فرعين بس، فرعين بارلل،
طب لما تيجي هنا والله يا مستر 10 و10 ما زي بعض يتقسم التساوي، خلاص يخش لي هنا كام 1 امبير ويخش لي هنا كام 1 امبير. رجع بقى الرسمه لاصلها اهو. مش انا قلت لك ان فوق في 1 امبير وهنا في 1 امبير مش كده؟ دي قلنا بقى خلاص ان دي 3 قشطه، دي ليه 8. طيب لما ال1 امبير تيجي هنا يحصل لها ايه؟ يبقى هنا كده في 1 امبير ماشي، وقلت لك دي اسمها 8 اوم مش 3 اوم. طيب ال1 امبير لما تيجي هنا تقسم على 6 وعلى 3. انا عايز الكرنت اللي فين؟ اللي في ال6. احسبه ازاي؟ كرنت ديفايدر. انا عايز الكرنت اللي في ال6 اعمل ايه؟ اكتب المقاومه الثانيه البارلل ليا اللي هي ال3 على السمشن 3 زائد 6 في الكرنت اللي داخل يتقسم، مش الكرنت التوتال، مش ال2 امبير. هو مين اللي داخل عليهم هما الاثنين؟ مين اللي هيتجزأ دلوقتي ويتقسم؟ ال2 امبير ولا ال1 امبير؟ ال1 امبير، لان ال2 امبير خلاص اتقسمت في الاول لواحد والواحد، الواحد بقى يتقسم تاني. يلا بقى نحسبها على الكالكوليتر. هيبقى عندي 3 على 9 في كام؟ في 1. خلاص هي 1 على 3 برضو، 1 على 3 امبير، سوري 1 على 3 امبير. السؤال اللي بعده عايز الايكويفالنت ريزيستنس وعايز الكرنت اللي في 2.4 واللي في 9. طيب يلا نحط النقط. 1 هعدي على الريزيستنس، 2 هعدي على الريزيستنس، 3 همشي تحت كده ولا في الفاضي؟ اكمل في الفاضي. 3 هعدي على الريزيستنس، 4 هعدي على الريزيستنس، 5. طيب ماشي يلا 1 2 4 5 2 3 4 3 4 3. اه واضح قوي ان دول نفس الستارت اللي هي 4 ونفس الاند اللي هي 3. هتلاقي 3 9 اوم اولها 4 واخرها 3، وهتلاقي 6 اوم اولها 4 واخرها 3. يبقى الاثنين دول مع بعض بارلل. اعمل ايه؟ احسب الايكويفالنت بتاعهم. هيطلع كام؟ 6 في 3 على 6 بلس 3 طلع معايا في 3.6. اكتب ال 3.6 فين؟ همسح واحدة فيهم، همسح الميلة دي مش عجباني، واكتب الايكويفلنت مكان واحدة فيهم اللي هي كام؟ 3.6. يبقى لما لميت الستة بعد تسعة اديني 3.6. واضح دلوقتي ان 2.4 مع 3.6 في اللي بيقول لي بارل على طول، يعني في اللي ايه؟ اللي بيبص كده يشوفهم فوق بعض فهو حافظ بقى خلاص بارل. لا قلنا البارل نفس البدايه نفس النهايه، بالنسبه للسيريس نفس الكرنت. فانت لو بصيت كده على الكرنت اللي داخل هنا هيتقسم ولا لا؟ مش هيتقسم، هيكمل زي ما هو اهو عادي جدا، ما هو طريق واحد. يبقى الاثنين دول مع بعض سيريس. ال 2.4 مع 3.6 يدوني كام؟ يدوني 6. دول سيريس خلاص، امسحهم هما الاثنين وارسم الايكويفالنت مكان واحده فيهم. همسح الاثنين مع بعض كده خلاص شالوا، وارسم الايكويفالنت عباره عن واحده بس بكام؟ ب6. خلاص بقى المساله مش محتاجه 6 و6 يبقى كام؟ يبقوا 3 بارلل مع بعض، يعني واضح ان هما الاثنين بارلل. خلاص نشيل دي مثلا، خلاص شلناها اهي، وشيل الانسر ده واكتب هنا كام؟ 3 او سوري، هكتب هنا 3 ايه؟ 3 او. ايه بقى علاقه الستة بالستة بالثلاثة؟ كلهم نفس اللاين، كلهم سيريس، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ بلس يطلع 15. يبقى احنا كده جبنا مع بعض ان الار ايكويفالنت 15 اوم. عايز الكرنت اللي ماشي في 2.4 وفي 9. طب ما انا لازم اجيب الاول الكرنت التوتال. الكرنت التوتال بيقول ايه؟ في بي اللي هي 15 على ار ايكويفالنت اللي هي 15 برضو، والانترنال بزيرو، يعني الكرنت بكام؟ ب1 امبير. يبقى انا عرفت ان الكرنت اللي خارج من الباتري كده اهو مكمل في طريقه، قيمته كام؟ 1 امبير. ابسط شكل للرسمه كان ان في مقاومتين بارلل اللي هم السته اللي كانت هنا والسته اللي كانت فين؟ والسته اللي كانت هنا اهي. هيتقسم ازاي دلوقتي؟ ها 1 امبير دخل على 6 و6 بتعمل ايه؟ تقسم بالتساوي، يخش هنا نص امبير ويخش هنا نص امبير. ايوه يا مستر، بس هو عايز الكرنت اللي في 2.4 واللي في 9. رجع الرسمه لاصلها، امسح لي بقى الجزء ده، رجع الرسمه بقى اللي ايه؟ شكلها القديم.
هنا كان دخل نص، يبقى هنا دي كام؟ نص. طب النص امبير لما يجي هنا هيلاقي كام فرع؟ هيلاقي الستة وهيلاقي التسعة، فيتقسم ازاي؟ بالتساوي؟ لا مش قد بعض. اطبق الكارنت ديفايدر، انا عايز الكارنت مثلا اللي فين؟ ده هو عايز 2.4، خلاص جبناه بهاف مش مشكله. انا عايز الكارنت بقى اللي في التسعة، اكتب ايه؟ اكتب المقاومه الثانيه اللي بارلل ليا اللي هي الستة على مجموعهم 9 زائد 6 في الكارنت اللي داخل يتقسم عليهم، مش الكارنت التوتال. مين بقى اللي داخل يتقسم؟ النص امبير. لما توصل هنا بالسلامه هتقسم نفسها نصين على الفرعين دول، فرع الستة وفرع التسعة. خلاص يبقى اكتب هنا كام؟ هاف، واكتب الكلام ده على الكالكوليتر. 6 على 6 زائد 9 في هاف، طلع معايا 1 اوفر 5 اللي هي 0.2 امبير. خلاص يبقى قصه كارنت ديفايدر دي مهمه جدا انك تستوعب موضوع ان الاي اللي داخل يتقسم مش الاي توتال. عظيم. مساله سويتش، اي مساله فيها سويتش لازم تركز قوي انك تحل السؤال قبل وبعد وتحسب قبل وبعد. دي اول تركية. تاني تركية هنستريس عليها برضو، انك لازم بعد ما تقفل السويتش بتقسم الكارنت. هتفهم انا بحل. تعال نشوف، بيقولك الانترنال ب 2 اوم. خلاص يا سيدي متشكرين، هنا في 2 اوم اهي عشان ما ننساهاش. بس find the reading of the ammeter and the voltmeter. الفولتميتر تركب على الستة والاميتر برضو متركب جنب الستة. لو كان الكي اوبن، تعال نخلص الاوبن الاول عشان ايه ابسط. يعني اوبن يعني الفرع ده كله مش معاك، شكرا مع السلامه، امسحه كل ده كده ملغي خلاص. طب وبعدين بقيت المساله هبله قوي بقى. خلاص كده عايز الكرنت، ماشي يا سيدي. الكرنت قيمته كام؟ الكرنت في بي اللي هي ب 2 على ار ايكويفالنت، ما هو اصلا ما فيش غيرها الستة، زائد الانترنال اللي هي ب 2، يطلع معاك كام؟ 1 على 4 امبير. هات لي يا سيدي قريت الفولت ميتر. اما الفولت ميتر قلنا في اول كيس الحصه الثالثه اللي هي ليكتشر 3، قلنا في ايكوال اي في ار، يبقى ربع في 6 بكام؟ 6 × 4 = 1.5، يطلع معايا 1.5 فولت. يبقى احنا كده جبنا القراءات في حاله الايه؟ ان الكي اوبن، وده سهل شلناه خالص. الحاله الثانيه بقى انك تقفل لي السويتش. تعالى بقى نقفل السويتش. لما تقفل السويتش انا كده اضفت ال 6 اوم دي في السيركت. اضفتها ازاي؟ تعال نشوف. لو انت لسه مش شايف ان هما بارلل، تعال احط هنا مثلا 1 سلك فاضي، 1 سلك فاضي، 1 هعدي على 6 اغير الاسم، 2 2 2. يعني الستة اللي فوق اولها واحد واخرها كام؟ 2، والستة اللي تحت اولها واحد واخرها كام؟ 2. يعني واضح ان الاثنين دول ايه؟ بارلل. عظيم جدا. الكومن ميستيك بقى، ركز معايا في الحته دي عشان اغلبكم بيعمل كده، بيجي ياخد القرايه اللي جابها في الاول ويكمل بيها المساله. لا حبيبي ركز، انت لما قفلت السويتش انت قللت الريزيستنس بتاعت السيركت. ازاي يا مستر؟ ده انا اضفت مقاومه اهي. لا انت وصلتها بارلل، والبارلل بي ايه؟ بيصغر. خلاص. فانت لما قفلت السويتش الار ايكويفالنت صغرت خلاص، فالكرنت لازم هيتغير. يعني حتى سي ان انت يا سيدي اتلخبطت وافترضت ان انت قفلت السويتش فالمقاومه زادت، طب ما طبيعي الكرنت هيتغير. ليه بقى بتروح تاخد الربع دي وتشتغل بيها؟ في بي بيكم بيعمل كده، يقول لي طب ما هنا كان خارج ربع، هيلاقي كام فرع؟ فرعين. يبقى هنا يخش كام؟ 1 اوفر ال 8، وهنا يخش 1 اوفر ال 8، ويكمل المساله ويلبس في الحيط طبعا. لا طالما انت قفلت السويتش يبقى انا غيرت الريزيستنس، يبقى انا غيرت الاي، فارجع احسب تاني. يبقى انت مساله جديده تماما. عندي الار ايكويفالنت دلوقتي بكام؟ ب 6 و 6 ايه؟ بارلل. يلا بينا. يبقى الار ايكوال في بي اللي هي ب 2 على ار ايكويفالنت 6 في 6 على 6 زائد 6 ب 3 والانترنال ب 2. يبقى الكرنت عندك كام؟ 2 على 5 اللي هي كام؟ 0.4. كده دلوقتي الكرنت التوتال اللي خارج قيمته 0.4. يبدا بقى يتقسم زي ما انت بقى بتقول، يخش هنا جزء ويخش هنا جزء. طب هما قد بعض يا مستر؟ خلاص يتقسم بالتساوي على طول من غير ما احسب بقى. يبقى هنا في 0.2 امبير وهنا في 0.2 امبير. يبقى تاخد بالك انك بعد ما بتقفل السويتش بترجع تقسم الكهرباء. يبقى دلوقتي لما اجي اجيب قرايه الفولت ميتر بقول كام؟ اي في ار اللي هي 0.2 في 6. شوف بقى كام 0.2 في 6 دي؟
1.2. طب اغلبكم بيعمل ايه؟ يبقى انا قلت لك اول غلطه ان انتوا بتكملوا بالكهرباء الاولانيه بالنص الاولاني من المساله، تاخدوا ده وتكملوا بيه. لا، انت طالما قفلت السويتش الارقام كلها بتتغير، بتحلها كانها مساله جديده. طيب الغلطه الثانيه ان بعد ما حضرتك بتروح تحسب الاي توتال، انت بقى خلاص انت فهمت انك اول ما بقفل السويتش المقاومه بتتغير فالاي بيتغير، بتروح تحسب الاي الجديده اللي هي 0.4. اغلبكم بقى بياخدها ويعمل ملتبلاي 6 على طول، بينسى انه يقسم الكهرباء، بيقول خلاص طب انا جبت الكرنت الجديد انا ماشي صح، ويخرج من الامتحان يقول لك انا قفلت، انا جبت التركيه ما نسيتهاش، يبقى يكتب لي هنا كام؟ يكتب لي هنا 0.4 في 6. طب بذمتك ده ينفع؟ هو ال 0.4 دي كلها هتخش في 6 ولا لسه هيجي هنا يتقسم؟ يبقى ارجوك الكلام ده غلط. افتكر لو في سويتش بتحل المساله على انها مسالتين، مره قبل مره بعد، دي اول حاجه. تاني حاجه لما بقفل السويتش برجع اقسم الكهرباء. خلاص ده كده بالنسبه لسؤال نمبر 5. سؤال نمبر 6، عايز كنتل ار فايند ذا فاليو اوف ار ويتش ميكس ذا باتري بروفايد ذا سيركت ويز الكتريك انرجي ريت 6 وات. عايز قيمه الار دي اللي تخلي الباور في السيركت كلها ب 6 وات. نكتب القانون، الباور والله عندي ايكوال في سكوير على ار. الباور بكام؟ ب 6. الفي سكوير بكام؟ 12 سكوير على الار. انهي ار؟ ما الار دي ولا ار السيركت كلها؟ الراجل قال لي انا عايز السيركت كلها، سوري مش هنا، السيركت كلها. يبقى هاخد ار ايكويفالنت، يبقى دي اسمها ار ايكويفالنت. طب ما تيجي نحسبها كده، الار ايكويفالنت دي بكام؟ على الكالكليتور كده، ها 12 سكوير على 6 هيطلع معاك 24. طيب الار ايكويفالنت ال 24 دي عباره عن ايه بقى؟ مش عباره عن الثلاثه دول بارلل مع بعض، سيريس مع الاربعه. يعني هكتب هنا ان ال 24 اكيد 4 زائد العك ده. انا بقى عايز اعرف العك ده بكام، فبص هعمل ايه. انا ممكن اكتبها لك مره واحده بس انت هتحس ان فيها باس كده كتير، فايه هتقفل من المساله، فانا عايز ابسطها لك. انا هعمل ايه؟ هخلص ال 120 وال 40 مع بعض، هم مش الاثنين دول بارل مع بعض؟ خلصهم هيطلع كام؟ 120 في 40 على 120 زائد 40 هيطلع معاك على الكالكوليتر، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 30. خلاص طب ما دول يا مستر بقى مقاومتين، اعرف اشتغل على طول البرودكت على الصم اللي هو الطريقه السهله. يبقى اعمل ايه؟ افتح براكت كده واقول لك 30 ملتبلاي ار على 30 بلس ار. بس خلاص انا خلصت بقى، شفت سولف على الكالكوليتر لحد هنا. انت هتقف لحد هنا وتكتب على الكالكوليتر كده 24 ايكوال 4 بلس، تفتح 2 براكت فراكشن 30. الار اكتبها ازاي؟ الفا اكس اللي هي العلامه العامله كده، البراكت، البراكت اللي هو اللي عامل كده ده. طيب وانزل تحت 30 بلس الار، اكتبها ازاي الار؟ الفا اكس. طب انا خلصت يا مستر اعمل ايه؟ دوس شيفت كالك ايكوال كالك، الزرار اللي مكتوب عليه كالك او اللي مكتوب عليه سولف، هما الاثنين تحت شيفت على طول، هيطلع لك الار ايكوال كذا على طول. طيب انا ممكن ابسطها شويه برضو، نودي الاربعه الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 20 ماينس 4 ب 20. يبقى ناس اللي المعلوم اقف لحد هنا، شيفت سولف على الكالكوليتر وخلصناها خلاص. يلا 30 ار على 30 زائد ار، بس هيطلع معاك الار بكام؟ تطلع معاك هنحسبها بقى كده كروس مالتيبليكيشن او شيفت سولف على الكالكوليتر، هيطلع معاك الار ب 60. السؤال اللي بعده، فولت ميتر اوف ريزيستنس 500. نرسم فولت ميتر يا عم الحاج، مقاومته كام؟ تعال نرسم الناحيه دي افضل. فولت ميتر مقاومته 500 كام؟ 500. ماشي، كونكتد ان بارل ويز انون ريزيستنس، اوصله بارل مع مقاومه ما اعرفهاش. حاضر اهو. وبعدين ها اند اميتر ويز كونكتد ان سيريس، نوصل اميتر ان سيريس. حاضر ادي اميتر ان سيريس. وزم وين ذا تيرمينالز اوف ذيس جروب ويز كونكتد ذا باتري، وصلهم للباتري. تمام ادي باتري اهي. بعدين ريد 0.01، الاميتر ده بيقرا 0.01 يعني في هنا 0.01 امبير، يعني الكارنت توتال 0.01.
And the reading of the voltmeter reads 3 volt. ده بيقرا كام؟ 3 فولت. يعني هو الجهاز نفسه الفولتميتر نفسه عنده منقار 500 وايه؟ وبيقرا 3 فولت. Find the value of the unknown resistance. عايز قيمة ال unknown resistance. طيب فين ال VB؟ معناش في باتري. طب ممكن نعمل ايه؟ اقول لك. تعال نستنبط الجيفنز اللي معانا. دلوقتي انا معايا الفولت بكام؟ ب 3. والمقاومة بتاعت الفولتميتر بكام؟ ب 500. ده معناه ان في كهرباء بكام هنا ماشية؟ في الفولتميتر. يا مستر انت قلت لي من اول حصة ان الفولتميتر ده جهاز مقاومته عالية جدا فتقريبا مش بيخش له كهرباء. مظبوط، قلت لك كده. لحد نهاية شابتر 2 لحد ما ندرسه بالتفصيل فده الكلام المظبوط. انما هنا في سؤال جالي بيقول لي والله الفولتميتر ده مقاومته كذا وعلي فولت بكذا، يبقى انت هتقدر تحسب الكهرباء اللي ماشيه جواه. اوكي، يبقى انا هحسب حاجه دلوقتي اسمها ايه؟ اي فولت ميتر ايكوال كام؟ 3 واحده واحده في على ار، يعني 3 على 500 اللي هي كام؟ يعني اللي هي 0.006 امبير. يعني الـ 0.01 لما تيجي عند النقطة دي 0.006 منها بيخش فوق. طب كم يخش هنا؟ الباقي. يبقى هعمل 0.01 minus 0.006 هيطلع لي هنا 0.004. كده انت جبت الـ I اللي ماشي في الـ R. هات لي بقى قيمة الـ R. الـ R والله V على I، وبما ان هما الاتنين parallel يبقى الفولت واحد اللي هو كام؟ 3. الاي اللي ماشي جواها هي مش الكرنت التوتال بقى، اللي ماشي جوا الريزيستنس دي بس حسبناه بكام؟ 0.004. جبناها منين؟ الراجل مديك التوتال 0.01، وانت جبت الكرنت اللي ماشي فوق في الفولت ميتر من الفي على الار طلع 0.006. اعمل الاثنين ماينس بعض اجيب الكرنت اللي ماشي هنا. خلاص وشكرا، المساله خلصت. 3 على 0.004 يطلع 120 باين؟ لا 750. ما شاء الله عليا بعرف احسب حلو قوي. 750 اوم. طيب السؤال اللي بعده. What is the reading of the ammeter and the voltmeter؟ لو ال V باتري ب 2 وال R internal ب 0. واضح ان في كذا كيس، تعال نطبقهم كيس كيس كده. يلا. أول كيس بيقول لي افتح الاثنين سويتش. افتح S1 وافتح S2. طالما هفتح S1 وS2 اشيلهم خلاص امسحهم اهو. يلا هات لي بقى كده الاميتر. مبدئيا اول سؤال في نمبر 1، الاميتر هيقرا كام؟ 0. الفولتميتر هيقرا كام؟ تعال نشوف. ليه الاميتر هيقرا 0؟ لان دي اوبن سيركت. خلاص يا مستر. لا ما هو ما الكرنت يمشي كده بقى ويعدي في الفولتميتر بقى. لا الفولتميتر يعني لحد دلوقتي شابتر 1 جهاز مقاومته عاليه جدا اكنه اصلا مش متركب في السيركت، انت مش شايفه. الا اذا زي السؤال اللي كنا قبله لما حليناه كان عندي الفولتميتر ليه ريزيستنس فحسبناها بقى واشتغلنا عليه. انما لما يحط لك فولتميتر كده بس لوحده من غير ما يقول لك على اي معلومات اي ريزيستنس او كرنت او حاجه فهو مش موجود اصلا. فده بالنسبه لي برده مش موجود. فالاميتر كده يقرا 0 اوبن سيركت. طب الفولتميتر دي كانت كيس نمبر 8 او 9 في ال 10 كيسز اللي قلناهم المره اللي فاتت. خش شوفهم في الملزم عندك هتلاقي ان هنا المفروض تقول لي ما الفولتميتر برده 0 يا مستر، ما هو متوصل في الهواء اهو، اهو مفيش حاجه هنا. بس لو بصيت على دراعاته هتلاقي الدراع الشمال لامس البوزيتيف، الدراع اليمين لامس النيجاتيف، فبيقرا الباتري اللي هو كام؟ 2 فولت. واحد هيقول لي ايوه يا مستر بس معلش يعني دراعه اليمين ده مش لامس الباتري على طول، دراعه اليمين معدي ولامس مين؟ لامس الريزيستنس. ده واحد مركز شويه ومصحصح. بس الريزيستنس دي الكرنت اللي ماشي فيها بكام؟ بزيرو، لان السيركت اصلا اوبن. فاصلا التراك دي انا مش شايفها، مش موجوده اصلا، مش تسحب مني حاجه. فانا اكني فعلا لامس النيجاتيف، فاكن الفولتميتر متركب هنا على البطاريه من فوق. خلاص جبنا القراءات، خش على السؤال الثاني. اقفل الاثنين. حاضر نقفل الاثنين.
لو قفلت الاثنين لقيت نفسي عملت سويتش، عمل لي جامبر واير سلك فاضي بارالل ريزيستنس يلغيها، يبقى الخمسه مش موجوده بالنسبه لي خلاص. يبقى نمبر 2 بالنسبه للاميتر والله هيقرا في على ار، يبقى 2 على 3 امبير يا مستر. طب والخمسه ما هيتلغت بقى خلاص جامبر واير؟ الكهرباء دي مش كده، بص تطلع في الكوبري اللي فوق وتكمل تحت وترجع. فانا قابلت مين؟ الثلاثه بس. طب وبالنسبه للفولتميتر يلا ها اخر كيس في العشر كيسز، لما الفولتميتر يبقى على سلك فاضي يقرا كام؟ يقرا زيرو. اخر واحد كيس نمبر 3 يلا بينا. بيقول لي بقى ايه؟ اقفل اس 1 وافتح اس 2. ماشي يا سيدي، اقفل اس 1 اهو وافتح اس 2، يعني امسح لي خالص اس 2 اهو ولا اكنك شايفه اصلا. طب عظيم جدا، ايه الدنيا بقى دلوقتي؟ خلاص بقت بقى السؤال العادي اللي هو المباشر خالص، انا عايز الاي، ما الاي في على ار، الاي في على ار، الفي بكام؟ باتنين. والار بكام؟ ما هو دلوقتي هعدي على الخمسه وهعدي على الثلاثه. ما يا مستر الكارنت مش هتقسم؟ لا مش هتقسم، الفولتميتر مش بيخش له كهرباء لغايه بس ندرسه ان شاء الله في اخر شابتر 2. يبقى ده انت مش شايفه اصلا الفولتميتر ده، فالكهرباء ماشيه في حالها كده عادي. يبقى هابل كام؟ 5 و3 ايه؟ سيريس ب 8 يعني ربع امبير. طب والفولتميتر؟ والله الفولتميتر متركب على ريزيستنس عاديه جدا، يقرا اي في ار، يعني اي ربع في ار اللي هي 5، يبقى 4 على 5 امبير بس. ان ذا فيوز، if the fuse of a wire in a house is constructed so that the maximum current flowing in it is 5 ampere. شباب كلمة فيوز هو سلك رفيع خالص معمول علشان يحمي أجهزة البيت، بيقدر يتحمل كهرباء معينة. هم عاملينه مثلا زي السؤال ده يتحمل 5 ampere، لأي ظرف من الظروف الكهرباء زادت عن 5 ampere السلك يسيح فيتحرق فما يعديش كهرباء تاني، يعني من الآخر كده بيفتح السويتش بيفصل الكهرباء عن البيت فالاجهزه ما تتحرقش. البوتنشال ديفرنس بكام؟ ب 110. هاو ميني لامبس؟ كام لمبه؟ يبقى انا عايز ان، والان ما ظهرتش معانا غير في ايه؟ في القانون بتاع ايه؟ الار ايكويفالنت. ار ايكويفالنت ايكوال ار على ان. يا مستر هو انت ليه رحت للقانون ده؟ ليه ما رحتش للسيريس؟ ما هو بيقول لك البيت فين؟ هاوس، والبيت التوصيله بتاعته ايه؟ بارلل، فانت لوحدك تفهم انه لازم بارلل طبعا مش سيريس. طيب اوصل كام لمبه بحيث ومقاومه الواحده منهم كام؟ 620، دي كده الار بتاعت اللمبه الواحده. والريزيستنس اوف ذا اذر بارت اوف ذا سيركت، في مقاومات ثانيه في السيركت متوصله ب 2 اوم. يبقى البيت عامه كله بتوصل بارلل واللمبه الواحده ب 620 وفي جزء ثاني متوصل ب 2 اوم. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز القانون ده. ما هو الار ايكويفالنت ار على ان، الار الواحده معاك 620 وانت عايز الان، ناقصك ايه؟ ناقصك الار ايكويفالنت. تعال نحسب الار ايكويفالنت. الار ايكويفالنت عامه بتساوي كام؟ في على اي. الفي بكام؟ 110. الاي بكام؟ ب 5 امبير. هيطلع كام؟ 22 اوم. استنى اتاكد برضه عشان ايه في الحسابات شاطر قوي، يبقى 22. طب ال 22 دي عباره عن ايه؟ other parts from the circuit ب 2 اوم، جزء تاني من السيركت ب 2 اوم، وشويه لمض ما اعرفش عددهم كام. يبقى ماشي ار ايكويفالنت اللمض اللي هي ار على ان 620 على ان، تعرف بقى توديه للناحيه الثانيه يبقى يطلع كام؟ 20 ايكوال 620 على ان، يبقى 620 على 20 يطلع ان انا موصل 31 لمبه. يبقى تاني المساله كتبت القانون بتاعها ار ايكويفالنت ار على ان، الار الواحده معاك ب 620، انت عايز الان يبقى لازم احسب الار ايكويفالنت. الار ايكويفالنت رحت جبتها من الفي على الاي تلاقي ال 22. ال 22 عباره عن ايه؟ الار ايكويفالنت بتاعت اللمض اهي، وال 2 اوم اعتبرها الانترنال، هو بيقول لك اذر بارت اوف ذا سيركت.
ده ال 22 ده الار ايكويفالنت عباره عن الجزئين دول. تعرف لوف لحد هنا وتعمل شيفت سولف على الكالكوليتر تجيب ال ان برضو عادي يعني. السؤال اللي بعده ثلاث مقامات 1 و 3 و 6 متوصلين ب في بي او باتري. الكرنت ان ايتش اوف ذم از 0.3 0.2 0.1. يعني انا معايا ثلاث مقامات ومعايا الكرنت اللي ماشي في كلها فيهم. بص بقى النوع ده من المسائل طالما هو مديك الار نكتب لون مختلف عشان تظهر شويه مدي لك الار ومدي لك الاي روح انت احسب الفي بقى بتاع كل واحده فيهم. يلا الفولت اللي على اول مقاومه 1 4.3 فولت. المقاومه الثانيه هي ب 3 اوم وعليها 0.2 يبقى المقاومه الثانيه 3 في 0.2 يبقى 0.6. طب والمقاومه الثالثه 6 في 0.1 ب 0.6. ايوه انا استفدت بقى ايه لما انا رحت حسبت الفولتج ظهر لك ان في اتنين ليهم نفس الفولت وده في الفيزيكس المره اللي فاتت سميناه ايه بارلل كونكشن. طب ولو كنت لاحظت من الاول ان في اتنين ليهم نفس الكهرباء يبقى الاثنين دول سيريس وهنشوف في السؤال اللي جاي برضو. يعني شكل الرسم عامل ازاي؟ هترسم لي الواحد اوم لوحدها معدي فيها 0.3 وبعد كده عندك مقاومتين بارلل اللي هما الستة والثلاثة. عايز بقى تقفل الباتري يقفل مش عايز مش مشكلة. تيجي الـ 0.3 هنا تتقسم تخش لي هنا مثلا الـ 0.1 اللي قال لي عليها ويخش لي هنا الـ 0.2 اللي قال عليها. فلازم تتأكد انه مجموع الاثنين كارنت دول الـ 0.1 والـ 0.2 هو اللي داخل عليهم اللي هو 0.3. طب واحد يقول لي ايه ما انا يا مستر برضو الكارنتس مختلفة ايه؟ طب ما انا كان ممكن اوصلهم كلهم بارلل وبرضو صح مش غلط. لا غلط. غلط ليه؟ لان الفولت اللي على دول ايكوال نوت ايكوال اول واحدة. يعني ما ينفعش التلاتة يبقوا بارلل. ما ينفعش ترسمها لي كده لان لو التلاتة كانوا بارلل كان هيبقى ليه نفس الفولت اللي هو 0.6 او مثلا كلهم كان هيبقى 0.3 وده ما حصلش. مقاومتين بس اللي كان ليهم نفس الفولت واللي ليهم نفس الفولت بنوصلهم بارل واللي ليهم نفس الاي بنوصلهم سيريس. طيب عايز بقى مني سيدي ها رسمناها خلاص كالكوليت ذا توتال ريزيستنس اوف ذا سيركت. خلاص بقى نمسح الكلام الاهبل ده اللي عرفنا منه الحل. نشوف بقى الرسمه. هات الار ايكويفالنت كده. والله الستة والثلاثة ايه بارل 6 في 3 على 6 بلس 3 اديني كام 2 2 مع الواحد سيريس يبقى الار ايكويفالنت 1 زائد ال1 بلس دول مع بعض بكام ب2 يبقى الانسر 3 اوم. نفس السؤال بس بيغير بقى مدي لك الريزيستنس ثلاث مقاومات 20 40 60 متوصلين برده ببطاريه الفولتج اللي عليهم مديك الفي بقى 50 20 30 هروح احسب بقى ايه الاي. هات لي الاي الاولى يلا 50 على ما هو الاي يا جماعه في على ار فيبقى 50 على اول واحده يعني الاول مع الاول والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث 50 على 20 بكام ب 2.5. طب والاي الثاني 20 على 40 بنص. الاي الثالث 30 على 60 بنص. ايه ده بقى اللي ليهم نفس الاي بنوصلهم ايه سيريس. يبقى انا متاكد وعلى يقين تام ان ال40 وال60 متوصلين سيريس. ال40 وال60 متوصلين سيريس لان هم نفس الكهرباء نفس الاي خلاص. طيب وبعدين اول واحده فين 50 على 60 تتوصل معهم ايه بارلل اللي هي كام اللي هي العشرين. عايز اعمل حاج عايز منك يا سيدي التوتال ريزيستنس. طيب التوتال ريزيستنس هسيبها ازاي دول بكام يا شباب ب 100 ما هو بارلل سيريس مع بعض 40 و 60 100 يبقى 100 في 20 على 100
زائد 20 هيطلع معاك كام؟ الار ايكويفالنت 50 على كام؟ 50 على 3. لقطة كمان لو انت واخد بالك الفولت اللي هنا ب20 والفولت اللي هنا 30، لو جمعتهم هيبقى كام؟ 50. طب مش الخمسين ده كان الفولت اللي على 20 اللي هي اللي تحت دي؟ يعني دي عليها فولت بكام؟ بقلم مختلف كده، دي عليها فولتج، نفضي بس الدنيا كده، دي عليها فولتج ب50 وهي بارلل ليهم، فطالما هما الاثنين بارلل يبقى فوق في 50 برضو. طب اتاكد ازاي؟ اهو بيقول لك ده عليه 20 وده عليه 30، وانا فعلا عارف ان الفولت ثابت في البارلل بس بيتقسم ويتجزأ فين؟ في السيريس. ففعلا ال 20 مع ال 30 يدوني ال 50، يبقى فعلا الاثنين دول ايه؟ بارلل. يبقى الرسمه اللي هنا كانت نفس الفولت توصله بارلل، هنا نفس الكرنت توصله سيريس. رقم 12 يا شباب هعديه لان هو موجود عندك في ميزانه الشرح وشرحناه بالتفصيل في الحصه نفسها وحليته لك بالطريقتين وشرحتهم بالتفصيل. فهعدي رقم 12 وكذلك رقم 14. هحل بس معاك رقم 13. رقم 13 بيقول لي يو هاف 4 ريزيسترز. قيمتهم كام؟ 4 10 12 40. متوصلين مع بعض بانترنال قيمتها 1. بطاريه عندها انترنال 1. الكرنت اللي معدي في الاربعه وفي العشرة وفي الباتري 0.75، يبقى دي ماشي فيها 0.75. 0.8 متوصله هنا، سوري معدي فيها 0.8، والباتري ماشي فيها كام؟ 1 امبير. طبعا عايز منك بقى ايه شويه طلبات، اولهم هيتوصلوا ازاي؟ كون ان انت عارف ان البطاريه ماشي فيها 1 امبير، فلما تيجي تبص كده 0.75 0.8 لو رحت تجيب الفولت هنا والفولت هنا، لا مش هو خالص، مش ايكوال، مش هنعرف. لازم بقى تفكر، انا عندي 4 و10 12 40، ازاي ممكن اوصلهم بالطريقه دي؟ اذا كنت انا عارف انا اوصلهم ازاي، اذا كنت انا عارف ان الباتري دي عندها انترنال باتنين والكارنت اللي خارج منها بكام؟ بواحد امبير. انا عارف ان الكارنت بكام؟ واحد امبير. طيب قال لي ان الاربعه ماشي فيها 0.75، ارسم يا سيدي الاربعه اللي ماشي فيها 0.75. الباقي كام؟ ما هو اللي داخل واحد امبير راح فوق 75 امبير، يبقى تحت في كام؟ ربع امبير. ما ده المنطق والعقل. طيب المقاومه بقى هتبقى ايه واحده؟ ما هو اكيد مش العشرة، اكيد لان العشرة ماشي فيها كام اصلا؟ 0.8. فمش معقول ان اللي داخل يبقى واحد واللي خارج اكتر من واحد اللي هو 0.75 0.8، مش منطقي. فانا عرفت ان اللي هنا 0.25. طب احط انهي مقاومه؟ اكيد مش العشرة. طيب الكرنت اللي هنا قد اللي هنا 3 اضعاف، يبقى المقاومه اللي هنا قد اللي هنا 3 اضعاف، اللي هي كام؟ اللي هي ال 12. طالما الاي دي قد دي 3 مرات، يبقى الار دي قد الار دي 3 مرات، وفعلا ال 12 قد الاربعه 3 مرات. تقفل السيركت تكمل. عندي ال 10 اوم بيقول لي ماشي فيها 0.2، مش ده كلامه؟ اسف 0.8، ماشي قال لي ماشي فيها 0.8. تبقى اكمل 1، ما هو ال 1 امبير مكمل، هو اتقسم هنا رجع اتجمع تاني مشي كده دخل فوق 0.8، يبقى في تحت كام؟ 0.2 امبير. احنا كده استهلكنا مين خلاص؟ استهلكنا ال 12 وال 4 وال 10 معانا، يبقى ال 40 هي اللي ايه؟ موجوده هنا. وفعلا لو انت واخد بالك برضو هتلاقي ان الكرنت اللي هنا قد اللي هنا 4 مرات، يبقى الار اللي هنا قد اللي فوق 4 مرات، وال40 قد ال10 4 مرات. خلاص يبقى احنا باناليسيس بسيط جدا ان اللي داخل كان 1 امبير وقال لي ان ال4 او مش فيه 0.75، يبقى في حاجه بارلل ليها واخده 0.25. عايز احسبها، لو انا مش عارف هجرب، هقول مثلا 4 في 0.75
اللي هو فاكر I1 R1 equal I2 R2 equal 0.25 R. واحسب قيمة الR هيطلع لك طبعا 12. طيب سؤال مهم جدا ده. جبنا كده الـ I wave connection. هات لي بقى التوتال ريزيستنس. خلاص بقت سهله قوي. دول بارل دول بارل سيريس مع ايه؟ سيريس مع بعض. تعال نحسبها كده على 4 بلس 12 دول كده الثلاثه. طب و 10 في 40 على 10 زائد 40 ب 8 يعني الار ايكويفالنت بكام؟ 8 و 3 كام؟ 11. طيب وعندنا كمان خد بالك في انترنال باثنين برضو. يبقى احنا كده جبنا الار ايه؟ equivalent. هات لي ال EMF ال VB. ايه قانون ال VB؟ I total ف R equivalent زائد ال R internal. I total هو قالك انه ب 1. R equivalent جبناها بكام؟ ب 11. R internal given بانها ب 2 ohm. مش شايف من الشباطة هو قالك فوق خالص انها سوري ب 1 ohm. اسف معلش 1 ohm الانترنال بون. يبقى الفولت بكام بتاع الباتري؟ 11 زائد 1 ب 12 في 1 ب 12 فولت. طيب قلت عدي 14 برضه عشان موجوده فين في الشرح والتفصيل الممل. هنا بقى سؤال 15 و 16 يعني مليانين احتمالات كتير. هو بس السؤال محطوط انه يستفزك ان انت تفكر تعصر دماغك كده لحد ما ايه توصل للانسر. You have 7 identical resistors. سبعة قد بعض اعتبرهم كلهم بواحد كلهم بخمسة اي رقم. Show how to connect them in order to obtain an equivalent resistance equal to one. انا عايز في النهاية يطلع لي one. كلهم بخمسة عايز في النهاية يطلع لي خمسة. انا هحطهم كلهم بواحد عايز يطلع لي واحد. اوصلهم ازاي؟ انا شخصيا هفكر ازاي ان انا في النهاية عايز اوصل لاتنين بارلل مع اتنين. ما هو اكيد ما انا عايز اوصل الانسر بوان صح؟ ما هو الانسر في النهاية بوان. والوان ده ما يجيش غير لو في فرعين بارلل لبعض باتنين. اتنين واتنين بواحد. ده البارلل بتاعه. طب يا سيدي. بالنسبة للاتنين اللي تحت فانا هخليها مقاومتين 1 و 1. بالنسبه للفرع اللي فوق انا عايز ان هو يكون كام؟ عايز يكون ب 1. سوري الفرع كله يكون ب 2 وفي تحت كله 2 فهحط هنا مقاومه كمان ب 1. كده انا كان معايا 7 استخدمت منهم 3 فاضل لي كام؟ 4 1 1 1 1. عايزهم في النهايه يطلعوا لي 1 احطه هنا. طب اوصلهم ازاي دول بقى ان شاء الله؟ اوصلهم ازاي؟ عندك طريقتين يا 2 سيريس مع 2 سيريس كله بارل او 2 بارل يا اما 2 بارل 2 بارل مع بعض سيريس. يعني مثلا كده 1 مع 1 و 1 مع 1 بس. Now 1 مع 1 1 مع 1. ال 1 مع ال 1 بنص وال 1 مع ال 1 بنص. نص ونص بواحد. واحد مع واحد 2. 2 مع 2 بواحد. وانت ممكن برضو تمخمخ كده مع نفسك تعصر دماغك ممكن تطلع بطريقه ثانيه مفيش مشكله. بس هو السؤال طبعا مليان احتمالات بس حاطينه تدريب ليك زي ده كده برضو زيه بالظبط بس مديك ارقام بقى. عندي 6 ريزيستورز 1 2 2 4 5 6 ست مقاومات قيمهم معاك. How to obtain an equivalent resistance equal 1 برضو عايز الانسر يبقى 1. حاول لنفسي نفس الكلام ان انا عايز فرع باتنين عايز حاجه بارل مع الاتنين. يعني عايز 2 مع 2 تديني في الاخر 2 مع 2 تديني كام؟ 1. طب الاثنين الاولى استخدمناها خلاص اهي
انا كده حرقت ايه واحده من السته اللي معايا. طيب عايزين نوصل لان احنا يبقى عندنا 2 ام هنا. طب ازاي وانا عندي 1 2 3 4 5 خمس مقامات اطلع منهم 2؟ والله المشترك ان دي 6، الاثنين واربعة ممكن يدوني 6، الواحد والخمسة ممكن يدوني 6. طيب تعال نجرب، لما احط الواحد مع الخمسة كده استخدمت الواحد والخمسة، الواحد مع الخمسة يديني كام؟ يديني 6. طيب ماشي، ناقص لنا مين؟ ناقص لنا 6 والاثنين والاربعة. خلاص ادي 6 كمان. اوكي 6 مع 6 يدوني 3، لا 2 ولا كام؟ 6 سوري 3 كده، انا استخدمت 6، فاضل لي الاثنين والاربعة هحطهم جنب بعض عشان يدوني كام؟ عشان يدوني 6. يبقى ركز كده، انا كنت عايز يطلع ب 1. ال 1 عبارة عن 2 بارل مع 2، فين التو يا عم الحاج؟ اهي. فين التو التانية؟ بص بقى فين التو التانية؟ اهي كل ده جبتها منين؟ 6 مع 6 مع 6 بارل يديني في الاخر 2. طب الستة جبتها منين؟ 5 و 1 2 و 4 دي 2 سوري ما وصل 2 وفي كمان ايه؟ 6. يعني هي كلها اسئله كده ايه هاي ليفل تفكر فيها توصل دماغك فيها، انما مش حاجه يعني تدريب بس مش اكتر. ممكن تفكر في كونكشن تاني تجيلك تعرف تحسبها مفيش مشكله. A dry cell of 1.6 volt internal 0.1 connected across resistance R. If the battery, if the current drawn from the cell is 2 ampere, the current اللي خارج ب 2 ampere, عايز ال drop in voltage through the battery. عايز الفولت اللي وقع جوه الباتري. طب احنا متفقين ان الفولت اللي وقع جوه الباتري قيمته كام؟ قيمته اي ار انترنال، الاي ب 2 والانترنال 0.1 يبقى 0.2 فولت. عايز الفولتج اللي على الار. طب ما الفولتج اللي على الار دي نجيبها ازاي؟ اي في ار. معاك الار؟ لا يبقى مش هينفع. امال اعمل ايه؟ ما انا عارف ان الباتري معاها 1.6 وقع منها او خرجت منها 0.2 للانترنال، يعني في ضاع مني 1.2 للانترنال، يبقى الباقي هيروح فين؟ ما هي السيركت عامله كده، ما فيش غير الار دي وفي جوه مقاومه داخليه اسمها انترنال، والكرنت اللي خارج ب 2 امبير هي معاها 1.6 فولت. معلش ضاع مني جوه هنا كده 0.2، يبقى كام يتصرف على دي؟ الباقي 1.2 ضاع منهم 0.2 يخرج منها 1.4. يبقى هجيبها بقى دي القانون VB minus IR، يعني 1.6 minus 0.2 تديني 1.4 فولت. طبعا السؤال التالت اللي اكيد هيطلب منك الريزنس نفسها بقى. طب الريزنس نجيبها ازاي؟ ها الR الV على الI، انهي V اللي احنا جبناها اللي هي اللي عليها اللي هي 1.4؟ الار نفسها الاي بكام؟ ب 2 امبير، يبقى على 2 يبقى 0.7 اوم. خلاص بقى الانرجي ديسيبيتد ان 1 سكند، الانرجي القانون بتاعها ايه؟ في اي تي اي سكوير ار تي، في سكوير على ار تي اشتغل باللي يعجبك، انا هشتغل مثلا في اي تي، الفي اللي عليها ب 1.4، الكرنت اللي معدي فيها ب 2، التايم هو قال لك 1 سكند 2.8 جول. نمبر 18، تو ريزيستور R1 وR2 كونكت ان بارل في الايكويفالنت كان ب 6 اوم، يعني لما عملنا R1 في R2 على R1 بلس R2 ادانا كام؟ 6. When they connect in series ادانا 27، يعني R1 بلس R2 equal 27. المنظر ده مش هتعرف تكتبه معانا مع الكالكوليتر، مش هينفعك شيل تسولف يا علمي علوم.
فدي تو ايكويشن في تو انون. عرفت منين هم تو انون؟ عد كده اهو 1 2 حاجتين ما اعرفهمش، هنا نفس الحاجتين اللي ما اعرفهمش، يبقى ده في حاجتين ما اعرفهمش. طالما في حاجتين ما اعرفهمش يبقى محتاج معادلتين عشان احلهم. لو في ثلاث حاجات ما اعرفهاش وده في الحصه الخامسه هنشوفه، يبقى انا محتاج ثلاث معادلات عشان احلهم. خليك بس في دلوقتي زي على فكره اكس زائد 3 ايكوال 5 مثلا، كم حاجه ما تعرفهاش؟ الاكس حاجه واحده، حاجه واحده محتاج كم معادله؟ معادله واحده اهو، هتودي 3 بالماينس، شكرا خلصتها، جبت الاكس ب 2. طيب يبقى لو عندي تو انون محتاج تو ايكويشنز بعمل ايه؟ ركز يا معلم، موضوع ماس شويه سخيف شويه بس ماشي نستحمل، لانه هيقابلك برضو كل شابتر كده ايه مساله مسالتين لحد اخر السنه. بشيل او بجيب قيمه الار 1 او بجيب قيمه الار 2، ركز في الكلام، من اي ايكويشن وعوض في الثانيه. ما فهمتش حاجه طبعا. بص وليكن هنمسك دي، هتجيب لي منها الار 1 ايكوال كام وتروح تعوض بيه هنا، او تجيب الار 1 من هنا ايكوال كام وتروح تعوض بيه هنا. وصلت؟ الاحتمال الثالث ممكن تجيب ار 2 من هنا وتعوض لي بيها هنا، او تجيب الار 2 من هنا وتروح ترميها هنا. الاسهل لك اعمله، انا شخصيا الاسهل لي اشتغل على دي. يا عم سهل اهي قدامي، ار 1 ب 27 ماينس ار 2، انا كده جبت كده جبت ايه قيمه ار 1، اروح ارميها هنا ازاي؟ ممكن بقى ان انا ماشي امسح بقى ده خلاص. انت عرفت دلوقتي معايا خلاص ان ايه، انا هكتبها لك هنا كده، المعادله الاولى ار 1 بلس ار 2 ب 27، عرفنا منها ان الار 1 ايكوال 27 ماينس ار 2. هاخد هذه الفاليو هذه الايكويشن واروح ارميها فين؟ في العك ده. يلا ار 1 هكتبها ار 1؟ لا هكتبها 27 ماينس ار 2، اقفل البراكت، ملتبلاي ار 2 ملتبلاي ار 2، كل ده ديفايدد. ار 1 هكتبها ايه؟ 27 ماينس ار 2. عايز تحط براكت حط، بس مش فارقه هنا يعني عشان بلس وماينس مش فارقه، بس في التايم لازم تحط براكت حتى في الكتابه في الكتابه على الكالكوليتر. طيب بلس ار 2 حط يا سيدي بلس ار 2 ايكوال كام؟ كل الكلام ده ايكوال 6 زي ما هي كده، شيفت صلب على الكالكوليتر يا معلم زي ما هي خلاص. والار 2 نكتبها على الكالكوليتر ايه؟ الفا اكس خلاص. انا موبايلي اللي فصل مش عارف احسبها لك على الكالكوليتر دلوقتي. تعالى نحاول نبسطها كده، هندخل الار 2 جوه، يبقى 27 ار 2 ماينس ار 2 في ار 2 ار 2 سكوير ديفايدد 27 ماينس ار 2 بلس ار 2 ايكوال 6. طبعا ماينس ار 2 بلس ار 2 هتتكنسل اصلا، فخلاص زي ما هي كده ندخلها على الكالكوليتر وتشوف ار 2 يطلع معاك كام، ونشوف ار 2 يطلع بكام. بعد ما تحسب قيمة R2 طلعت مثلا معاك، مثلا انا بدي ارقام انا مش عارف، طلعت مثلا بسبعة مثلا، اجيب R1 ازاي؟ ارجع لأي معادلة منهم بقى، ارجع للمعادلة الاولى خالص او التانية. ما انت عارف ان R1 و R2 بسبعة وعشرين، R2 مثلا مثلا انا معرفش الموبايل بتاعي فاصل خلاص، R2 طلع بسبعة يبقى الار 1 بكام؟ ب 20. ما هو ار 1 زائد 7 يكون 27، يبقى الار 1 ب 20. يبقى القصه كلها ان معايا معادلتين احلهم مع بعض اجيب انون واحد اعوض اجيب الثاني. اتفقنا؟ هتلاقي عندك هنا ان الار 1 ب 18 وار 2 ب 9، ده اللي هيطلع لك الكالكوليتر يعني او العكس مش تفرق، المهم ان واحد فيهم ب 18 وواحد فيهم ب 9. انا بس الكبير معايا فصل، فانت لحد هنا هتعملها تشيفت سولف.
نيجي على نمبر 19 تو ريزيستنس اي اند بي كونكتد ان سيريس، مقاومتين اي وبي متوصلين سيريس لبطاريه بكام؟ 6 فولت. نيجلكتد انترنال، ا فولت ميتر كونكتد اكروس اي ذا بوتنشال ديفرنس ريدز 4 فولت، يعني البطاريه كلها كانت 6 لما حطيت هنا فولت ميتر ارى 4، يعني دي خدت كام؟ 4 فولت. طب ما احنا قلنا في السيريس ان الفولت بيتقسم، يبقى لو دي خدت 4 دي تاخد كام؟ الباقي اللي هو كام؟ 2. طيب ماشي، when the two resistors connected in parallel، ارسمهم بقى in parallel، ادي ريزيستنس A وادي ريزيستنس B، اوصلهم مع 6 فولت باتري كده، دي عليها كام؟ 6 ودي عليها كام؟ 6. بيقول لي الكرنت اللي كان ماشي في بي كان ب 2 امبير، هنا كان ماشي 2 امبير. طب ما انا كده ممكن احسب، هو بقى عايز الاثنين A وB، طب انا كده ممكن احسب ار بي، المقاومه بي بكام؟ في على اي 6 على 2 ب 3 اوم، ولو اتشقلبت خلاص كده مش هتعرف تعمل حاجه هنا تاني، مساله خلاص كده من هنا خلصت، يعني ده مش هتجيبه ولا اي ولا ار معاك، مش هينفع. هرجع للرسمه الاولانيه بس بعد ما عرفت ان الار بي قيمتها 3. طب ما 2 على 3 ده كده الكرنت، يبقى الكرنت بكام؟ 2 اوفر 3 امبير، 2 اوفر 3 امبير. هات لي بقى الريزيستنس A، ريزيستنس A ايكوال كام؟ V على I، ال V ب 4، ال I اللي ماشيه 2 على 3 هيطلع لي كام؟ هيطلع لك 6 اوم. يبقى انا لما وصلتهم سيريس قال لي واحده فينهم خدت 4، يبقى الثانيه تاخد الباقي اللي هو الاثنين، ولما وصلتهم بارلل قال لي الكرنت في واحده منهم ب 6. طب ما طالما الاثنين بارلل يبقى الاثنين وصلوا لهم نفس الفولت اللي هو كام؟ 6، يبقى دي عليها 6 ودي عليها 6. قدرت احسب الار بتاعت بي من في على اي ب 3 اوم، ورجعت للرسمه الاولانيه واكمل بقى، طالما معايا الريزيستنس بتاعت بي والفولت بتاع بي اجيب الاي اللي ماشي فيهم كلهم لان هم سيريس. بعد ما جبت الاي اعرف اجيب ريزيستنس A من في على اي. السؤال اللي بعده، هات التوتال كارنت في السيركت اللي قدامك دي نوينج ذات الانترنال بتاع كل بطاريه منهم ب 2 اوم، يبقى انا عندي هنا 2 اوم وعندي هنا 2 اوم. طبعا عايزين نقول الايكويفالنت، واضحه وضوح الشمس، الاثنين دول ايه؟ سيريس مع بعض ب 60. طب ايه علاقه ال 60 بال 30 بال 20؟ ها؟ ايه علاقتهم ببعض؟ بارل، كلهم بارل من غير ما نحط النقط، بس تعالى نعملها برضو، واحد واحد واحد، عدي الناحيه الثانيه، اثنين اثنين اثنين، كلهم اقولهم واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، خلاص؟ هيطلع معاك كام؟ ال 60 مع ال 30 تديني 20، ال 20 مع ال 20 تديني 10، يبقى كل دول هيدوني 10 اوم. ايه علاقه ال 10 اوم بال 10 اوم اللي جنبها؟ سيريس، يبقى ضهري كلهم بكام؟ ب 20. هات لي الكرنت، عندي كام باتري؟ 2، سبورت وديستروي عكس بعض ولا مع بعض؟ واحده بتخرج الكرنت شمال وواحده بتخرج كرنت يمين، هيخبطوا في بعض، يبقى كده عكس بعض، يبقى الكبير ماينس الصغير ديفايدد ار ايكويفالنت اللي هي ال 10 بلس ال 10. ما هو خد بالك انا لما امسح كل دول هكتب مكانهم كام؟ مقاومه واحده بس ب 10 اهو كده، هرسم واحده بس ب 10، ايه علاقتهم ببعض؟ سيريس، خلاص يبقى 20، هرجع اكمل هنا 20 زائد الانترنال 2 و2. ما تقوليش بقى الانترنال هنعملها ماينس، لا الار ايكويفالنت طالما كلهم سيريس نعملهم بلس، اللي بيبقى عكس بعض او مع بعض اللي هو الفولتج الفي هم اللي ممكن نعملهم بلس وماينس، انما الاثنين ار انترنال لا كده كده كله بلس عادي. يلا 18 ماينس 12 6، 20 و2 22 و2 24، 6 على 24 1 اوفر 4 امبير، او انت طبعا هحسبها على الكالكوليتر. السؤال اللي بعده محتاج ايه تركيز كده في حته ان البوتنشال ثابت في البارلل بيتقسم في السيريس، تعال نشوف. بيقول لي والله الفولتميتر في المكان ده بيقرا 4 فولت، هات لي
الريدنج بتاعت الفولت ميتر لو وصلناها على بي سي لو انا حطيته هنا هيقرا كام؟ ولو حطيته من هنا لهنا هيقرا كام؟ تعال نعمل اناليسز بسيط كده صغنون خالص. بما ان الاتنين دول ار وار وقد بعض ودي خدت 4 يبقى دي كمان هتاخد 4 اكيد يعني. ما هو طالما دي خدت 4 يبقى دي تاخد 4 ما هي ار زيها. اه طب ما الفرع كله كده اللي فوق بكام؟ ها مش البوتنشال بيتقسم في السيريس يعني 4 و4 8 يعني الفرع اللي فوق كله ب 8 فولت. طب ما الفرع اللي فوق بارل مع الفرع اللي تحت يعني الفرع اللي تحت كله واخد كام؟ 8. طب تعالى نبسط الرسمه شويه. ما انا عايز اعرف بقى هناك في كام. انا ممكن طبعا احطها باحلى بارقام وتبقى بس هتطول شويه تبقى سهله بالنسبه لك بس هتطول شويه. فانا عايزك تطبق التو كونسبت عشان بتحل المساله بسرعه جدا وده اللي احنا عايزينه في النهايه. يلا تعالى نبسط الرسمه. ار وار ب 2 ار يبقى انا عندي فرع هنا كده ب 2 ار. 2 ار و 2 ار ب 4 ار يبقى انا عندي فرع بكام؟ ب 4 ار. ايوه يعني دول بقى بكام الايكويفالنت بتاعهم؟ مقاومه واحده بس ب 4 على 3 ار. طب ما انا في جنبي ايه كمان؟ ايه ار هناك اهي. ركز بقى في اللقطه الجايه. فاكر لما قلت لك ان الفرع كله عليه 8 والفرع كله عليه 8 لما فعصتهم في بعض كده الدنيا 4 على 3 ال 4 على 3 دي كلها عليها كام؟ 8 فولت. بالعقل بقى كده اذا كانت ال 4 على 3 ار واخده 8 يبقى الار تاخد كام؟ هنعمل كروس مولتيبليكيشن. ال 4 على 3 ار واخده 8 فولت يبقى الار تاخد كام فولت؟ اعمل لي بقى كروس مولتيبليكيشن. ار في 8 على الكلام ده هيطلع لحضرتك 6 فولت. انا بحسب بدماغي انت برضو احسب ورايا يمكن في غلطه في حساباتي ولا حاجه بس ايه معلش الكلكتور مش معايا النهارده فانت احسب برضو. هيبقى 1 في 8 ديفايدد 4 على 3 يبقى 8 على 4 على 3 هيدينا كام؟ 6 فولت. يبقى انا عرفت ان اجابه اول سؤال هنا ان الفولت ده بيقرا 6 فولت. طب انا عايز لو حطيته من A لل C طب ما هو من A لل C هيقرا كام؟ اذا كان الحته دي بتقرا 8 والحته دي بتقرا 6 يبقى كله يقرا كام؟ 14. 14 فولت. ما هو ده كده ده كده بيقرا 8 وده كده من البي للسي بيقرا 6 اجمعهم لي على بعض نجيب البوتنشال من هنا لحد هنا 8 و6 كام؟ 14. السؤال اللي بعده if I1 equal I2 الكرنت ده equal الكرنت ده. مبدئيا طالما الكرنت قد الكرنت يبقى اكيد الريزيستنس قد الريزيستنس. ما هو لو فرعين بارل لبعض فيهم نفس الكرنت يبقى نفس الار. فاكر لما كان الكرنت يجي يتقسم يلاقي هنا 5 وهنا 5 كان بيقسم نفسه بالتساوي يقسم نفسه نصين كده يعني لو 10 امبير داخلين يخش هنا 5 امبير وهنا 5 امبير. طيب قشطه عايز مني اعمل حاجه؟ قال لك انا عايز الار ايكويفالنت وعايز الكرنت اللي ماشي في الخمسه. هو احنا ازاي مش هنعرف نجيب الار ايكويفالنت او ليه مش هنعرف نجيب الار ايكويفالنت؟ عشان الار دي مش معاك. فيلا نحسبها ونخلص منها كده. الكرنت وهو ماشي من الباتري كده لما يجي هنا يتقسم فرع هنا وفرع هنا فواضح ان الفرعين مع بعض ايه؟ بارل. عندي فرع فوق جواه 4 زائد ار ماشي فيهم اي 1. ايه كمان؟ عندك تحت ايه؟ 3 وكام دي؟ 35 و10 45 45 مع ال 5 بارلل ومع الهاف وال 1 سيريس يبقى ال 1 بلس هاف بلس اللي يطلع معاك من هنا. طيب ماشي هيطلع معاك كام؟ دي هحسبها لكم بس على الكمبيوتر. هيطلع معاك يا سيدي القصه دي كده ب 4 ونص. 4 ونص و1 ونص 6. الستة ماشي فيها كام؟ ماشي فيها اي 2. عظيم.
يبقى اذا الاي في الار يكوال الاي في الار، ما هما بارل لبعض، يبقى الاي واحد فاربعة زائد ار يكوال الاي اتنين في ستة. والراجل قال لك ان الاتنين ايكوال، شيل لي الاي واحد مع الاي اتنين يبقى الاربعة زائد ار ايكوال ستة، يبقى الار بكام؟ باتنين. خلاص يا سيدي جبنا ان الار دي بكام؟ باتنين. قشطة. نعرف بقى دلوقتي ان احنا نجيب الار ايكويفلنت عشان نجيب الكرنت، عشان نقسم الكرنت ونعرف الايه الكرنت في الخمسة دي بكام. يلا احنا عرفنا ده كله بكام؟ باربعة ونص، يعني الفرع ده بستة والفرع اللي فوق بستة، يبقى الايكويفلنت ها بكام؟ ستة وستة كام؟ هيديني تلاتة. يبقى الكرنت في بي 12 على الار ايكويفلنت، احنا الفرع ده يا جماعة بستة والفرع ده كله بستة، الايكويفلنت بتاعهم هما بارلل يبقى بتلاتة، يبقى الكرنت باربعة امبير. شكرا. طيب طالما الكرنت باربعة امبير، لما الكرنت ان شاء الله يجي هنا هيتقسم ازاي؟ يتقسم بالتساوي، يخش هنا كام؟ 2 امبير، ويخش هنا كام؟ 2 امبير. ركز بقى معايا، ال 2 امبير دي لما توصل هنا هتتقسم ازاي؟ حبه في الخمسة وحبه فين؟ في ال 45. خد بالك انا عايز بقى يا مستر الكرنت اللي في الخمسة احسبه ازاي؟ قلت لك المقاومة التانية اللي بارلل ليا اللي هي 45 على السميشن بتاعهم 45 بلس 5 في الكرنت اللي داخل يتقسم، مش التوتال، مش ال 4 امبير، 4 امبير اتقسمت خلاص هنا، قسمت عند النقطه دي قسمناها خلاص 2 و2، ال 2 بقى دورها هتقسم هنا، يبقى اضرب في كام؟ في 2. خلاص هيطلع معاك 90 على 50 يعني 9 over 5 امبير. شوف بقى الكالكيور دي تبقى كام. طيب تعالى نشوف كده 23. find the reading of 3 ammeters when switch is open when the switch is closed. open تعالى نحسبها ونخلص منه. يلا لو هو open همسحه خالص اكنه مش موجود زي ما اتفقنا من شوية. يلا نحسب. واضح ان الاتنين دول ايه؟ سيريس مع بعض 9 و 3 12، والاتنين دول سيريس مع بعض برضو 12، 12 و 12 بارل مع بعض يبقى كام؟ 12 مع 12 بارل، الجنب ده مع الجنب ده بارل، يبقى ادينا كام؟ 6. 6 ايه علاقتها بالثلاثه؟ سيريس. انا بجري شويه الرسمه، بص هرسمها ازاي؟ كده اهي. المقاومه هنا بكام؟ ب 12، والناحيه الثانيه في كام؟ 12، وهنا في كام؟ 3. هتاخد لي ال 12 مع ال 12 بارلل هيطلع لك كام؟ 6. امسح بقى واحده منهم واكتب الايكويفلنت مكان واحده فيهم 6. ايه علاقه ال 6 بال 3؟ ما الكرنت عمال لسه بقى كده، يبقى الاثنين ايه؟ سيريس مع بعض. يبقى الار بكام؟ ب 9. يبقى الاي في بي ب 14 على الار ايكويفلنت اللي هي ال 9 زائد الانترنال اللي هو بواحد هيطلع الكرنت معاك 1.4 امبير. عظيم. احسب برضو وريح الكالكوليتر. طيب ده هو كان عايز ايه؟ الثلاثة اميتر ده الكرنت التوتال يا شباب، الكرنت اللي خارج من الباتري ده كده قرايه الاميتر الايه؟ الكبير البيج بوس. طب ما الكرنت لما يجي هنا ان شاء الله هيتقسم بالتساوي ولا لا؟ مش انا قلت لك فرع يمين ب 12 وفرع شمال ب 12؟ يبقى يخش هنا كام؟ 0.7، ويخش هنا كام؟ 0.7. بالنص هيقسم نفسه بالنص. خلاص كده خلصنا. طب امال بقى لو قفلنا السويتش؟ تعالى نشوف بقى. لو قفلت السويتش ده بقى سلك فاضي، ده سلك فاضي بارلل لمقاومه يلغيها. ايه اللي هيتغير؟ هتحسب لي المساله من الاول. الاي ايكوال في بي اللي هي 14 على الار ايكويفلنت اللي كانت كام؟ 6 و6 سوري 12 و12 6 12 و12 ده بس اللي اتلغى، ده اللي اتغير بس 6. 14 على 6
divided 2 تبقى 7 divided 2 تبقى 3 امبير. طيب ده كده مين الاي توتال. هات لي اميتر 1 واميتر 2 برضو ايه برضو هيتقسم بالتساوي. يبقى هتقسم ده divided 2 تعمله divided 2 اوكي هيطلع لك كام 7 over 6 و 7 over 6 اوكي يبقى هيطلع معاك كام هيطلع معاك 7 على 6 اللي هي بكام يا شباب 1.16 امبير 1.16 امبير خلاص. طيب 24 برضو حلتها معاك في ملزمة الايه الشرح وفي حصة الشرح بالتفصيل بس هقول فكرتها تاني سريعا. فولت على واير والكرنت اللي عدى كان 0.1 فساعتها روحنا جبنا الار بتاعته 1.2 على 0.1 12 اوم في على اي بقى في على اي. هتناقش بس معاك في فكرة التشكيلة بتاعته عاملة ازاي او المقاومة هتقسم ازاي لما يعمل شكل معين. الراجل هيعمل سكوير مربع يعني الاربعة سايد قد بعض ال 12 اقسمها ازاي على الاربعة يبقى هنا المقاومة هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وهنا بكام 12 على 4 ب 3 3 اوم 3 اوم 3 اوم 3 اوم. حط النقط A B C D كلوك او انتي كلوك انا همشي كلوك A B C D وبعد كده بقى في حصة الشرح قال لك وصل لي والله ما بين ال A وال C حط بطارية ما بين ال A وال C اهو يا سيدي احسب لي ال R equivalent دول سيريس دول سيريس مع بعض parallel. طب ما بين ال A وال B خلاص امسح ده ما بين ال A وال B اطلع فوق كده ما بين ال A وال B كل دول سيريس 3 و 3 و 3 سيريس 9 parallel مع مين مع التلاتة. حلناها قبل كده في الحصة الشرح وعندك بالتفصيل بس قلت ايه افكرك بيها. 25 زي الكتريك بوتنشال عند النقطة A البوتنشال هنا ب50 والبوتنشال عند دي ب0 فاكر المنظر ده اسمه ايه كان اسمه الايرث او كان اسمه الجراوند ان هو عنده دايما 0 فولت. هنقابله كتير جدا ان شاء الله في المحاضرة الرابعة وفي كيرشوف كتير قوي اللي هي المحاضرة الخامسة. عظيم. الكرنت اللي ماشي عندك بتن امبير الكرنت اللي ماشي بتن امبير انا هرسمه ماشي في الاتجاه ده ليه ده المنطقي بقى هنا في 50 وهنا في 0 فمن الهاي للو. طيب هات لي البوتنشال عند النقطه بي وهات لي البوتنشال عند النقطه سي وهات لي بقى الديفرنس بين بي وسي وهات لي بقى كده الار انترنال. طيب تعال نطبق اومز لو في الحته دي. اومز لو كان بيقول ايه البوتنشال ديفرنس ديفرنس ماينس يعني الفي اي ماينس الفي بي ايكوال الاي في الار اللي ما بينهم طبعا اللي بين النقطه دي والنقطه دي. طب 50 ماينس الله اعلم ايكوال الاي 10 الار 2 يبقى الفي بي بكام 30 فولت خلاص ده الفي بي. تعال نطبق نفس القانون عند سي يلا من هنا لهنا في سي ماينس في دي ايكوال الاي في الار الفي سي معرفش الفي دي بزيرو الاي بعشرة والار بنص يعني الفي سي ايكوال كام عشرة في نص بخمسة. هات لي الديفرنس ما بينهم ده كان الطلب الثالث الديفرنس ما بينهم كام والله 30 ماينس خمسة 25 يبقى ال في بي سي ايكوال 25. عظيم. اخر نقطه انا عايز الانترنال بتاع الباتري. هتطبق اومز لو فين بقى على الباتري. هتطبق اومز لو ما بين النقطه بي ما بين النقطه سي يبقى هتقول لي في بي ماينس في سي ايكوال الاي ار انترنال. طيب ال في بي جبناها ب 30 ال في سي جبناها ب 5 الاي ب 10 الار عايز اعرفها 25 على 10 ب 2.5 جبنا الار انترنال. يبقى فكره بس السؤال انك هتبدا بقى تعامل ان في بوتنشال عند النقطه وفي بوتنشال ما بين نقطتين ده اللي هنتكلم عليه
ان شاء الله في المحاضره الرابعه، وبرده هيقابلنا في كيرشوف. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله كالكليت ذا انترنال ريزيستنس لو الافشنسي بتاعتي 80%، عندي بطاريه الافشنسي بتاعتها 80%. هي اصلا كل اللي حالتها 12، هي بتخرج بقى كام؟ 80% منهم. اوكي، لما بتتوصل بكام؟ بريزيستنس 20 اوم. يعني لما عندي بطاريه كده ب 12 فولت متوصله انسيريس مع، او سوري امبارل مع ايه، او متوصله مع ريزيستنس بكام؟ ب 20 اوم، بتخرج 80%. طب دول كام يعني؟ دول كام؟ 80% من ال 12 بكام؟ تعالى نحاول نعمل سمبليفاي كده، 8 على 10 ديفايدد 2 تبقى 4 وديفايدد 2 تبقى 5 في 12 هيطلع معاك 9.6. يعني ال 20 اوم دي بتاخد 9.6 فولت. تعرف تحسب لي الكرنت منها؟ اه طبعا. في على ايه؟ في على اي، في على اي 9.6 ديفايدد 20 هيطلع معاك ان الكرنت ب 0.48 امبير. ماشي يا سيدي، ايه علاقه ده بقى بالسؤال؟ ما السؤال عايز الانترنال، ايه قوانين الانترنال؟ والله ما ظهرتش معايا غير في قانون واحد بيقول ال V equal V B minus I R. ال V عرفنا ان هو ب 80% من ال 12 فولت اللي هي طلعت 9.6، ده قانون. equal ال V B اللي هي 12 minus ال I في ال R، ال I حسبناه من ال V على ال R، من ال V على ال R اللي هي 0.84 سوري في ال R internal. لحد هنا شفت سولف 12 ماينس او سوري 9.6 حوالي دي الماينس، يبقى 9.6 ماينس 12، 9.6 ماينس 12 نيجاتيف، نيجاتيف 2.4 ايكوال نيجاتيف 0.48 ار. طير النيجاتيف مع النيجاتيف ودي 0.48 بالديفايدد، انا بعملها بالستبس مش عايز، مش مهم، اعملها على الكالكوليتر شيفت سولف وريح دماغك. 0.48 هيطلع الار ايكويفلنت بكام؟ 2.4 divided 0.48 تطلع بكام؟ 5 ohm R internal 5 ohm. خلاص تمام. طيب يبقى فكرة بس السؤال انه كلمة efficiency كتبناها مع بعض في المحاضرة التالتة، قلت لك اكتبها ورايا لانها مش في الملزمة. قلت لك efficiency دي اللي هي الفي اللي هيخرج من الباتري على الفي بي في 100. اوكي يلا اخر سؤالين. From the figure shown when closing the switch K، لما نقفل السويتش في الناحيتين ايه اللي يحصل للاميتر وايه اللي يحصل للفولت ميتر كمان؟ تعال نمسك واحده واحده. الاول بس انا عايز اعرف لما اقفل السويتش انا هعلي الريزيستنس ولا هقلل الريزيستنس، وبالتالي اشوف حصل ايه للكرنت، وبالتالي اشوف حصل ايه للفولت. اوكي ونجاوب بقى على الاسئله. تعال نشوف هنا، انا لو قفلت السويتش ده هيبقى عندي سلك فاضي. طب هل هيكون بارل لحاجه؟ تعال نحط النقط ونشوف. الله اعلم. 1 اكمل بقى ولا انزل هنا؟ اكمل في الفاضي 1. لا كده ممكن اكمل بقى وانزل براحتك عادي، خلاص مش فارقه. انا مثلا هكمل 2 هكمل 3. لازم انزل في الفاضي بقى كده 3. هل في اي فرع تاني اوله 3 واخره 3؟ لا. طب تعالى نبص الرسمه شويه. والله انا عندي السته اولها واحد واخرها 3، والسته اولها واحد واخرها 3، يبقى الاثنين دول كده ايه؟ بارل. دول كده بارل، يبقى همسحهم واعمل ايه؟ واكتب الايكويفالنت مكان واحده فيهم. انا مثلا همسح دي، طيب واكتب كام؟ واكتب مكانها كام؟ 3. 6 مع 6 بارل تديني 3. لا مش عايز ده، تديني 3. طيب
عندنا الستة أولها واحد واثنين، دي أولها واحد وتلاتة، دي أولها اثنين وتلاتة، دي أولها اثنين وتلاتة، اتقالت مرتين. يعني واضح ان دول برضو ايه كده؟ بارل. طيب نعمل ايه؟ برودكت على الصم وامسحهم وارسمها مكان واحدة فيهم. يبقى انا اذا همسح دي واكتبها مكان واحدة فيهم، يبقى دي بكام برضو؟ بتلاتة. طيب ماشي، ايه بقى الوضع دلوقتي؟ ها بقى عندي دول بكام؟ تسعة. خد بالك السلك مقفول خلاص. عندي فوق كده تسعة اهي، وعندي تحت كام؟ تلاتة. يبقى برضه كأننا حلناه كسؤال يعني ايه؟ ار ايكويفلنت. يبقى البارل كونكشن هتديني كام؟ تسعة في تلاتة على تسعة زائد تلاتة تديني اتنين وربع. يبقى الار ايكويفلنت والسويتش مقفول باتنين وربع. تعالى نقفل كده، نفتح قصدي سويتش ونحسب ريزنس. لو السويتش مفتوح ده مش معاك، مش موجود اصلا. حط النقط واحد 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 اتنين تلاتة اربعة. واضح ان الستة بارل مع الايه؟ مع البطارية. فحتى بعد ما تاخد الستة والستة بتلاتة هتلاقيهم سيريس مع مين؟ مع الستة دي. تعالى نعملها واحدة واحدة اهو. همسح الستة دي وهمسح دي زي ما عملتها من شوية، مفيش فرق، هيطلع هنا تلاتة. ايه علاقة بقى التلاتة دي بالستة دي؟ سيريس. من ضمن اشكال السيريس اللي عندك برضو قلت لك اشكال السيريس ممكن تكون كذا وكذا وكذا. افتح الملزمة هتشوف. يبقى اذا الستة والستة مع بعض ايه؟ سيريس. فشكل الرسم عامل ازاي؟ ستة اوم بارلل مع تسعة اوم بارلل مع سوري سيريس مع الستة اهو. تبقى شكل ايه؟ وطبعا هنا تحت في مين؟ في البطارية. يبقى الستة فوق اهي، التلاتة والستة، التلاتة والستة اهي، تسعة وستة اوم ايه؟ اهي. هنا الار ايكويفلنت بكام؟ تسعة في ستة على تسعة زائد ستة بتلاتة بوينت سكس بلس ثري بلس سكس 9.6. يعني والسويتش اوبن وهو اوبن طلع لي 9.6. طب ولما قفلته الريزنس بكام؟ 2.4. يعني انا لما قفلت السويتش، تعال بقى نمسح الكلام كله عشان مش محتاجينه، انا بس بثبت لك ان انت لما قفلت السويتش الار ايه؟ الار قلت، فالاي زادت، يبقى قرايه الاميتر انكريز. يبقى انت لما قفلت السويتش الار ايه؟ الار قلت. ما انا اثبتها لك بقى، كانت هنا باتنين وشويه وهنا كانت بتسعه وشويه، فالار قلت، فالاي ماله؟ يزيد. طب والفولتميتر متوصل على باتري، يقرا كام؟ في بي ماينس اي ار. الاي حصل له ايه؟ الاي والله يا مستر زاد، وقلت لك هنا في ماينس، يبقى الفي حصل له ايه؟ تقل. يبقى الاجابه الاميتر انكريز، فولتميتر ديكريز. ده بالنسبة لأول رسمة. طب الرسمة الثانية، بص يا سيدي، تعالى برضو نعمل نفس الحركة كده، قال يعني احنا مش عارفين وايه ونحسب بفور وافتر. يلا لو السويتش اوبن انا مش شايفه خلاص، هو مش موجود بالنسبة لي، همسحه اهو. دي اربعة خلاص، انا مسحته كده مش عايزينه خالص. يلا دول ايه مع بعض؟ اربعة مع اربعة مع اربعة سيريس باتناشر. طب ايه علاقة الاتناشر بالاربعة؟ الاربعة دي بارل، يبقى اتناشر في اربعة على اتناشر زائد اربعة بتلاتة. يبقى انا همسح كل الليلة دي كلها واكتب مكانهم كام؟ واكتب مكانهم تلاتة. يبقى هنا عندي مقام واحد بس ثلاثة. طب أربعة ونص وأربعة ونص وثلاثة، واضح إن دول كلهم سيريس مع بعض، يطلع كام؟ يطلع اتناشر. طب إيه علاقة الاتناشر بالأربعة؟ بارل. يبقى الأر كيفن بكام؟ بثلاثة. ده هو إيه كده؟ أوبن.
يبقى 4 ونص سيرة اسمها 3 سيرة اسمها 4 ونص ب 12 علاقة ال 12 بال 4 بارل يديني كام؟ 3. تعالى بقى نقفل السويتش. انا لو قفلت السويتش بقى عندي ايه؟ سلك فاضي بارلل لكم مقاومه؟ بارلل للفرع اللي على يميني وبارلل للفرع اللي على شمالي. فالكهرباء لما تيجي تعدي من النص تفكس لهم هما الاثنين. يبقى انا هلغي مين؟ هلغي كل من هو على يميني اهو، وهلغي كل اللي على شمالي، بس كده. ويبقى السلك فاضي والكهرباء تمشي فيه. بقى عندك بقى ايه علاقه ال 4 ونص ب 4 ونص؟ سيريس، ما تقولش بارلل مش فوق بعض، لا. الكارنت لما يجي هنا هيتقسم، حبه يخشوا في الاربعه دي، حبه يخشوا في الاربعه ونص وينزلوا ويخشوا في الاربعه ونص دي كده، فالاثنين سيريس. يبقى 4 ونص و4 ونص 9. ايه علاقه التسعه بالاربعه؟ بارلل. 9 في 4 على 9 في 4 يطلع كام؟ 2.769. يعني واضح ان الار ايكويفالنت حصل لها ايه؟ واضح ان الار ايكويفالنت برضو ايه؟ قلت. يعني الار ايكويفالنت لما تقل الكرنت هي ايه؟ هيزيد. طب والفولتميتر متركب على ايه؟ على بطاريه. يبقى الفي بي او الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. تاني الاي هيزيد عشان الار قلت، فالفي هت ايه؟ هتقل. يعني نفس الانسر، الاميتر هيزيد والفولتمتر هيقل. في ناس ممكن تحل السؤال، انا كده يعني استفدت بالسؤال ان انا حليته كار ايكويفالنت وجبنا على السؤال نفسه كسؤال، يعني ايه عايز الاميترز يحصل لها ايه او الديفايس يحصل لها ايه، بس برضو نبقى كسبناه كايه كار ايكويفالنت. في ناس تقول لك انا خلاص انا هقفل السويتش فانا اكيد هلغي حاجه، او عملت بارل، سوري اسف هنا عملت بارل فهصغر الار. في اللي يقول لك انا هقفل السويتش فهلغي حاجه فانا برضو قللت الار. يبقى هنا قللت الار عن طريق ان عملت جامبر واير، عن طريق ان عملت جامبر واير وشورت سيركت. هنا قللت الار عن طريق ان عملت بارلل كونكشن. فالاجابه طبعا في الاثنين واحده. اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله الحصه الرابعه.